مع اقتراب يعني نهاية كل سنة، خاص يعني كل شخص اللي كيتبع البرنامج ديالنا خاصو أول حاجة يدير واحد الحصيلة مالية للسنة اللي فاتت، يعني سنة 2023، ويشوف يعني أشنا هي المصاريف اللي كانت عنده، شنا هي المداخل اللي كانت عنده، واش كانت مداخل هي كافية أو غير كافية، واش المصاريف يعني كانت أقل من المستوى ولا كانت زايدة على القياس، باش يعرف بأن يعني واش عنده قدرات ادخارية ولا ما عندوش. ولكن اللي هو اهم هادشي كامل هو ان خاصنا نحطوا واحد الخطط ماليه بالنسبه للسنه المقبله اللي هي سنه 2024، ونقول مع راسي انايا مثلا اليوم كندخل 5000 درهم، خاصني نمشي ندير واحد التكوين باش ندخل واحد 6000 او 7000 درهم. وكذلك بالنسبه للمصاريف ديالي اليوم كنضيع بزاف في النقل او مثلا في الماكله في الزنقه، بغيت العام الجاي انني نقلص من الامور هذه، وكذلك باش انني نقوي من القدرات الادخاريه ديالي. حنا كناكدوا عليها كل مره باش نحافظوا على يعني القدرات الادخاريه ديالنا باش اننا نتعاونوا إما الاستثمار وإما أن تعاوننا لدوير الزمان ديالنا.